السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى حامل لواء الحسين وعلى سيدة الطالبين السيدة زينب ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين الكرام. حلقتنا لهذا اليوم لها طعم خاص من باب الحسين للجميع. رحبوا وياي مع الكبير، الله يحفظك، شعرا وأخلاقا وأدبا، الله يحفظك، عمر القرغلي. حللت أهلا ونزلت سهلا، حياك الله أبو الأكبر. أهلا وسهلا بحضرتك ومن خلالك لكل أهلنا بالبصرة الغراء، أكيد ألف تحية ولكم متابعيك متابعين قناة الأيام الفضائية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهاي الحلقة التي نحاول من خلالها ونؤكد من خلالها بأن فعلا حسين للجميع. الحمد لله. احنا طالعين انا وياك هم مثل هاي الاجواء بحلقه حسينيه. نعم. وبصراحه هواي ناس رادوا عمر القرغلي انه يكون بهاي الحلقه. اتشرف. الله يعزك، انت الشرف. برايك هذه يعني مبدئيا هذه مسؤوليه على عمر القرغلي؟ طبعا اكيد ابو الاكبر، هي مسؤوليه كبيره، لانه شنو اللي تحملته بهاي المسؤوليه؟ برأيك؟ يعني أنا ما أنكر أنه من كل هو موضوع الخلق موضوع نسبي يعني، فأنا ما أنكر أنه مرات تجد سهام من هنا ومن هناك في حالات معينة، في حالات معينة. إحنا اليوم ما كان الله ينمو، اليوم أنا بالنسبة لي داري أوصل رسالتي، فراح أوصلها بدون النظر إلى الوراء أو إلى الجنب، وراح يكون تكون القبلة هي مبتغاي وقبلتي هي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الحسين هو ثروة وثورة لكل المسلمين، لا بل للإنسانية جمعاء. أنا أسأل يعني أنا أتمنى من الآخرين أنه ينظروا للحسين بعين التاريخ الحقيقي بدون العين بعين الشيعة، لأنه لربما هو يجد الشيعة طرف آخر من وجهة نظره. مثلا أنت تعال انظر له بعين السنة كذلك، لا بل انظر له بعين النصارى كذلك، انظر له بعين الكتاب، انظر له بعين غاندي. غاندي أساني ردت أوصل لغاندي وحضرتك سبقتني. فعلا الحسين إنسانية، إنسانية هذا عظيمة. الكاتب الألماني اللي يقول، لا مو الكاتب الألماني، أعتقد يعني مقولة لهتلر أنا يمكن ما حافظها جيدا، يقول ليت لي أخ كأخ الحسين. نعم، يعني ما ذكر اللي قال هذه المقولة، يمكن هتلر أو كاتب ألماني يعني. أو الأكبر اليوم أوه. إحنا بما فيهم آني، يعني بما فيهم آني، أنا هواية أنظر إلى النتائج. يعني أنا ما أنظر أنت تكون من أي صفحة ومن أي دين ومن أي مذهب ومن، ما يهمني هذا الموضوع، أنا يهمني نتيجتك. يعني بالتالي هاي النتيجة اللي تأثر بي وتأثر بسلوكي وتأثر بتوجهي. اليوم سيدنا الحسين عليه السلام اللي قام به، سيدنا الحسين اللي قام به ما ممكن أحد يقوم به، يعني ما ممكن أحد يقوم به. وبالتالي احنا مثلا انا ما اريد اكون في طور رجل دين هنا، انا شاعر، لانه راح اترك هذا المجال الحواري لرجل دين. بس حتى في كتبنا الصحيحه مثلا السيده ام سلمة عليه السلام ام المؤمنين، فكانت انه الرسول عليه الصلاه والسلام انطاها تراب، قال اذا شفتي احمر فاعلم انه ولدي الحسين قتل. هذا موجود عندنا بصحيح البخاري مثلا. كذلك هو سيدي شباب اهل الجنه، من يكون سيد شباب اهل الجنه؟ هذا متفق عليه. شلون يكون سيد شباب أهل الجنة بدون ضريبة؟ يعني ما ممكن يكون بدون ضريبة، وما ممكن يكون بدون ثروة وثورة. اليوم أنا لربما أختلف معك، أكو ناس لربما طريقتها بالتعبير تكون عرفية أكثر ما هي حقيقية بالنسبة إلي. اليوم أنا سيدنا الحسين أنا مو فرحان، العفو، بس غبطة. يعني تشوف سيدنا الحسين ماخذ هاي المكانة عظيم، ذكرت تاريخ، ذكرت الناس وذكرت البشرية، وبالتالي له مكانه المحمود يم الله سبحانه وتعالى. أني شلون ما أقبل يموت بهاي الموتة؟ أنا قابل يموت بهاي الموتة حتى أخذ هاي المنزلة. تفهم شنو قصدي؟ لأنه لو ما ميت بهاي الموتة ما كان أخذ هاي المنزلة العظيمة. يعني أنا ما أقبل لسيدنا الحسين أنه أريد الحديث يطلع صح، سيدي شباب أهل الجنة أريده يطلع صح وطلع صح. طبعا صح؟ طبعا. الحوار وياك بصراحة لذيذ جدا. الله يحفظك. أنا يعني أمنيتي ندور حلقة أنا وياك يعني بدون قصيدة، حوارية. والله هذا لأنه للأمانة من الحلقات اللي أنا دائما أقول بها والناس القريبين علي يعرفون أنه من الحلقات اللي أنا أعتز بها حلقة عمر القرغلي. أتشرف بالله. أتشرف. الكريم. أتشرف. أكو يعني تكلم حتى أراك. نعم. ها؟
سامع هذا سقراط نعرف من أنت سيدنا علي عليه السلام. الإمام علي سلام الله عليه يقول المرء مخبوء تحت طيلسانه لا تحت طيلسانه. نعم. كان أكو ثوب يسمونه الطيلسان. طبعاً. وأنت سيد العارفين. نعم. ما أريد نأخذ بهاي التفاصيل. ذيك الحلقة بدينا بالرسول للرسول الكريم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اليوم نبدأ للرسول. أنت طبعاً تريد مني ما مطروق ذيك الحلقة أكيد. إيه. يعني استذكر يمكن مقطوعة للرسول عليه الصلاة والسلام واللي سيدتنا آمنة بنت وهب ام الرسول، يعني ما حد مذاكر هاي. الله الله الله. عنك وعن الهوى قالوا سواء، وانا اقول لا انتم مو سوا. شلون عنك وعن الهوى قالوا سواء وانا اقول لا انتم مو سوا. الهوى هو اللي بيك ينطق يا رسول، انت ما تنطق ابد عن الهوى. الله. من المعاجز سبعة يوجد على الأرض وبتوهب تعتبر هي الثامنة، رحم شايلة جبل ما تنعقل بيك يا بتوهب مستغرب أنا. تسعة أشهر ما أظن كف الرسول، طول برحمه شظن 100 سنة. الرسول الأحمدي هو الأمين وانت صرتي على الأمين مأمنة، الله لنطاك الأمانة وأمناك ولذلك انت سموك أمين. الله يحفظك. اللهم صل على سيدنا محمد. الله. شنو الغاية من كتابتك للشاعر؟ والله أبو الأكبر، يعني حقيقة أنا بكل حلقة أأكد مو من باب يعني أأكد من باب الحقيقة، هاي الحقيقة اللي موجودة بداخلي، اللي يعني مو من النوع اللي أداهنها ولا أبد. أنا مو شاعر، أنا حقيقة مو شاعر، يعني أنا مو خطي هذا ولا لوني هذا. أنا رجل عندي مهام كثيرة، عندي لربما مواهب أخرى أكثر من الشعر. الشعر جاني صدفة وتعزز عندي من شفت أهلي يتعاركون ويتذابحون بيناتهم، ما أعرف شو، ما أقدر أحاجزهم، يعني مشكلة شلون يتحاجزون دولة؟ هل تقدر عليه؟ يعني من رأى منكم منكرا فليغير بيده، ما ممكن. زين بلسانه على كل تقدير. الله يحفظك. الله يا أبو مصطفى. الله يسلمك أبو الأكبر. الله يا أبو مصطفى، هذا الجواب المو سطحي. أي والله العظيم هذا. شفت أهلي يتعاركون. والله شفت أهلي يتعاركون. والله بيناتهم أهلي يتعاركون. وفعلاً مات من أهلي من ذولا وفات مات من أهلي من ذولا، صلة رحم. الطرف وين صلة رحم؟ أي أنا خوالي منا وعمامي منا. زين تذابحون، أنا شو أسوي مثلاً؟ أنا مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة وللعلم إنه شفت أكو بوادر، يعني بوادر هل تقدر عليه؟ يعني لا تقول أنا. أكو نتائج. طبعاً أكيد أكو نتائج، عفواً. اكو نتائج والنتائج ملموسه. انت اليوم اذا قدرت تنقذ لك دمعه كافي، هذا واجبي. يعني انا مو بالضروره انقذ بلد، يعني انا اذا انقذت لي حاله انا احاول طبعا، ومحاولاتنا هي يم الله لها حسابها طبعاً. يعني مو فبالتالي انا وحضرتك مثل ما انت صار مو في طور انه اريد امدحك امام جمهورك. انت الله يعزك. العفو. الله يسلمك. مثال نحتذى به. الله يسلمك. ابو الاكبر، اليوم انت من قصائدك الوطنيه وصلتنا احنا كل اللي يحبوك شو راح يسوون؟ راح يقلدون علي المنصوري، راح ياخذون الكلام علي المنصوري. انا دائما اقولها مع كل احترامي وجل احترامي لكل العمائم الطيبه والرائعه والمحترمه من كل الاطراف، احنا بدينا ناثر اكثر منهم، هذا الواقع. احنا كشعراء شعبيين بدينا ناثر اكثر من عندهم. اليوم ممكن الشاب يسمعك اكثر ما يسمع رجل الدين، وممكن يتاثر بك اكثر ما يسمع رجل الدين. فاحنا لطالما نقدر ناثر خلينا نسوي اللي علينا، لانه هذه والله العظيم مسؤوليه كبيره، مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. انطاك صوت، لو تكون قارئ قران، لو تكون مطرب خلي بحسابك، انطاك صوت، انطاك شعر، لو تقرا بالرساله الحقيقيه، لو تكتب اغنيه. هسه مسوي مشكله هالاغنيه. زين كل شيء ينطيك اياه هو فتنه، المال فتنه، الجمال فتنه، الشعر فتنه، كل شيء فتنه، فانت شلون تقدر توجهها؟ فهذا تابع لك. بالحلقه السابقه انا يعني احاول انه يعني استذكر اشياء من الحلقه السابقه حتى يكون جزء اول وجزء ثاني. نعم. تتفق؟ نعم اكيد. اتشرف. بالحلقه الماضيه سولفنا انا وياك وكان جوابك رائع. من الأجوبة اللي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا لما يقولوا لي من الناس اللي حاورتهم وعجبتك إجاباتهم تنذكرتها، من قلت لك شنو علاقة الشاعر بالسلطان؟ تابع ومتبوع، تذكر؟ نعم. اليوم أرد أسألك سؤال آخر، ممكن الشاعر يكون سلطان؟ أبو الأكبر، يعني حقيقة هو ممكن يكون سلطان، ممكن هو شاعر سلطان في حال. لا لا لا، سلطان باللي متعارف عليه. ها قصدك سلطان؟ مو اسمح لي حتى افهم سؤالك صح، يعني هو لو يكون سلطان بالمعنى اللي تقصده السياسي الان نعم
أو يكون سلطان معنوي. لا لا أنا ما أقصد السلطان المعنوي. لا لا إذا ايه؟ هذا يعني ليش لا ممكن. ممكن. يعني ممكن طبعاً. زين. بس يكون عنده أرضية تأهل لهذا الموضوع، أرضية يقنع بها ناسه وجمهوره بأنه يكون سلطان. وإن كان أنا أكره كلمة سلطان، يعني العفو. مسؤول. أنا أقول خادم، ممكن يكون خادم حقيقي. خادم جيد. أن يكون سلطان يعني يكون متسلط على رقاب الناس، أن يكون سلطان أن يكون متسلط على الفقراء، وأني أكره كلمة السلطان الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وشكر رب العالمين. زين أكو قصائد بعد هي يعني مثل ما عرفنا عمر القرغولي هجومية نحو الفساد والأشياء السلبية. نعم. لا يزال موجودة طبعا. طبعا طبعا. زين يعني أنا أعرف باعتبار أنه تربطني بك علاقة طيبة وجيدة. نعم. والناس القريبة منك يعرفون أنت رجل قانوني. نعم. ورجل تحمل من الثقافة شيئا لا يستهان به. الله يحفظك. جيد. ليش ما تكون أنت بالواجهة؟ أي واجهة؟ واجهة البلد. يعني ليش ما فكرت هذا الموضوع؟ صعبة؟ والله أبو الأكبر حقيقة هي لا مو صعبة طبعا، هي مو صعبة. وأني هذا السؤال يعني حقيقة انطرح لي من الناس اللي يحبوني أمثالك واللي يثقون بي أمثالك. هو أكيد مو صعب وإحنا لازم نغير. أنا اليوم من أتناول، أنت قبل شوية يعني بالكواليس حضرتك قلت فرد جملة رائعة يعني وأني راح أستخدمها الآن. قلت إنه إحنا مو ضد الحكومة، إحنا ضد الفساد اللي موجود بالحكومة. صح، اليوم البلدان بلا حكومات ما ممكن. ماكو إدارة. ما ممكن طبعًا. أنا مع الحكومة. بس ضد منه؟ ضد الفساد اللي موجود بالحكومه. انا اكو آية قرآنية. ما عندي شيء شخصي مع الاخرين. لا اكيد ما عندي. ما عندي، بالعكس انا اصفق له ومتحف في حال يكون جيد. اليوم احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. لذلك اليوم انا احكي بالعموم والاستثناء يدري بروحه استثناء، يعني ما يحتاج انه ياخذ الكلام على روحه، واذا اخذه على روحه فمعناه هو المقصود. انا اليوم شو اقول؟ انا شو اقول؟ لا باس انه حضرتك مهندس وشاعر ولك جمهوري لك جماهيريه رائعه، ممكن انه بالبصره انت تتصدى، ممكن تتصدى بالبصره ولا ضير في ذلك. لا اللي يتصدى وهم انبل من حضرتك ولا هم اشهر من حضرتك ولا هم حريصين على البلد اكثر من عندك. اني بالفترات السابقه اكثر مره باكثر من لقاء وضحت بانه هذا الجو العكر من السياسه وهي يعني يا اخي مشكله، ما الخبث اللي موجود، الدنس اللي موجود، السرقة اللي موجودة، انه تنزل بهذا المسار يأثر على حياتك لربما، يأثر على نفسك. اي طبعا انا ما اقدر اسكت، يعني انا اليوم ما عندي، يعني اكو ناس يعني ما اعرف اذا يصير اقولها وما يصير، اذا القناة تقطعها تقطعها ما عندي مشكلة. انا قبل فترة كنت مهرجان بالانبار، مهرجان بالانبار. المهم جيت قعدت بالسافة الاول، شخص ذو شيبة ومحترم ووقار جالس يمي مدني رحب بي ترحاب جميل، قال لي استاذ عمر اني لواء متقاعد. قلت له تشرف حضرتك. قال لي اني كتبت لي 5 أسطر عاديه، كلام نقد طبيعي نقد محترم. قال اسبوع انسجنت اسبوع من قبل فلان، قال والله حبسوني حبس عرفي مو قضائي. قال لي انت هذا السب والشتم والغلط والمعرفة ايش منو بظهرك؟ قلت له والله الله سبحانه وتعالى. قلت له والله ما عندي أي شيء، يعني ما عندي أي أحد، بس فعلا أني أشوف الله راسم لي طريق معين. بس هذا الطريق أتمنى أنه الله يرسمه في حال أنه دخلنا، يعني إذا فكرت أنه أدخل في عالم السياسة. هذا شغلي، يعني أنا رجل قانون، رجل قانون، وبالتالي إحنا نعرف وراح نكون حريصين، لأنه أي تصرف راح ينزلوا لك قصيدتك تتذكر من سويت كذا وكنت تحكي كذا. الله. مو هاي مشكلة. مشكلة جدا. راح تكون ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. أحسنت أستاذ ألوانهم. أوجه لك السؤال مرة أخرى، وأتمنى فرد يوم من الأيام أنا أشوف علي المنصوري عضو مجلس محافظة على أقل تقدير في محافظة البصرة. والله أنا ما أريد أجاوب على هذا الموضوع لأنه ما أعرف الأفكار بالمستقبل شلون تصير. أنا لحد الآن لأنه إحنا. أنت مو قلت يصير سلطان لو ما يصير السلطان بمفهومه فمفهومه. ليش؟ لا أنا أريد علي المنصوري يكون خادم بالبصرة. يا أخي مو أنا يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا الحديث طول أقعد أريد أختصره. أنا مسألة إنه الناس مو كلها تفتهمك سوا. نعم. الناس مو كلها تفتهمك سوا. نعم. يعني إحنا عندنا مشكلة في بعض الأحيان نعاني من مسألة المفهومية. نعم طبعًا. إحنا لو عندنا مفهومية يعني نقدر نقول الأرضية عالية نقدر نتكلم ونتكلم بصراحة، ويمكن آراءنا الشخصية نقدر نطرحها، بس وليس كل ما يعرف يقال. طبعًا.
تفهمني شو؟ طبعاً. أي. خلينا نرجع لعمر القرغولي الشاعر. يسلمك يسلمك. ها نعوف السياسي؟ نعوف السياسي. إن شاء الله. أنت بعدك ما صار السياسي لحد الآن. هو لا نعوف موضوع السياسي. أمرني أول. نرجع للجزء الأول مثل ما سميناه. أوكي. عندك قصيدة للإمام علي سلام الله عليه. نعم. وما قرأتها كاملة. اليوم نطالبك بها تقرأها كاملة. لا راح أقرأ لك التكملة فقط. علي بغض النظر عن كل ما قيل، علي ما أروعك في كل الأحوال. الله. في كل المواقف أنت قنديل، نحطك على رقاب تصير سكين، نحطك على خدود تصير منديل. الله. نحطك بالإسلام تصير قرآن، نحطك بالمسيح تصير إنجيل، نحطك بالسلم نلقاك عصفور، نحطك بالحرب نلقاك أبابيل. إذا سألوني علل ما علي شلون، أنا للمو علي ما لاقي تعليل. الله. علي معمورة جنك واحنا أرجاء، كل من عنده شيء بس انت أشياء. علي معمورة جنك واحنا أرجاء، كل من عنده شيء بس انت أشياء. أنا أدري الإناء ينضح بما فيه، وانت يا علي تنضح بلينا، أيل تشبه محمد بالشكل حيل مثل الشبه بين الضاد والضاء. علي حروفك جفر ما إلها تفسير، مو من الألف للياء يا يا السفن ترسع لضفة علمك تشيل. علي أنت علي لو أنت ميناء، يا لولا يصير شربك يا أبو حسين، أكو عندك سوالف تنهن الماء، ما عندك وسط ضمن الخيارات، وبد مو دبلوماسي بحل الأشياء. من تريد انت شي لو اي لو اي، ما تقول انت بد لو اي لو لا، يا لولا يصير شربك يا ابو حسين، اكو عندك سوالف جنهن الماء، ما عندك وسط ضمن الخيارات، وبد مو دبلوماسي بحل الاشياء. من تريد انت شي لو اي لو اي، ما تقول انت بد لو اي لو لا. علي بالحرب كلش انت اعصاب، التفاهم ماكو بي وياك جدوى، وحقهم ترى من عندك يضوجون، لأنك يا علي ما تنطي عطوة. خصومك بالحرب لو بيك يدرون، تاخذ رشوة كان انطوك رشوة. الله. علي بالحرب كلش انت أعصاب، التفاهم ما كبي وياك جدوى، وحقهم ترى من عندك يضوجون، لأنك يا علي ما تنطي عطوة. خصومك بالحرب لو بيك يدرون، تاخذ رشوة كان انطوك رشوة. بالعروة الوثقى اختلفوا هواي، وكل من بالرأي بليلي دلوة، هل نفهم شلون اختلفوا هاي، منو غيرك ثقة وياه هو عروة. الله عليك. الله. الله عليك. الله عليك. الله. الله يسلمك. النص واضح انه يعني نرجع القول امير المؤمنين وسقراط، واضح انه النص خلف شاعر قارئ. نعم. وهذه التفاصيل واضحه من الكنايه والاستعاره وهذه الامور. أبو الأكبر انا اهنيك. الله يحفظك ويسلمك. الله يسلمك. انا اريد ابحث برساله قبل ما يخلص البارت. هو راح يخلص عندنا دقيقتين. اي هاي دقيقتين اريد اقليها باختصار. لا خليها اختصار وفد فد شيء لوحة من اختيارك. أيه. لوحة ومضى اختيارك. أيه. لازم باختصار شديد. الشاعر لازم يكون مثقف، لازم يقرأ، لازم يبحث. طبعاً. لازم يطلع، لا يعتمد على خيال الفارغ. طبعا طبعا, طبعاً. أنت موهوب بس مو مثقف. طبعاً. موهبتك مو مكتملة. المهم ابن أبو طالب علي قالوا عليك، واللي قالوا ذول أبد ما يعرفوك. شلون تقول ابن ابو طالب؟ انا ضد ابن ابو طالب. ابن ابو طالب علي قالوا عليك، واللي قالوا ذول ابد ما يعرفوك، طالما انت المدرس يا علي شلون يسمونه ابو طالب ابوك؟ شلون؟ القاتل بكل معركه مو شرط يفوز، جائز المقتول هو اللي ينتصر. الشمر هو الذبح راس الحسين، والفاز راس حسين، ما فاز الشمر. بالله صح. سلامتك. بالله صح. سلامتك. الله يسلمك. الله يحفظك. شلونك من الانتظار؟ جيد. تحب الانتظار؟ لا ما احب الانتظار، وياك احبه شويه ويعبر على البارت الثاني بس. اي بس
يعني مو انتظار بمحطة وهاي الأشياء ما له شعراء. محطات أبد، أي محطات ما أحب، ولا سواحل النهر ولا ما أعرف إيش، هاي الأفكار ما عندي إياها. أحب على السريع، ما عندي ذا نيكست وأصبر وما أعرف إيش مشكلة. زين نستميحك عذرا. أنا حاضر. ناخذ ننتظر شوية بس ناخذ. حبيبي. أحبتنا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأكارم، البارث الثاني مع الكبير عمر القرغولي. الله يعزك زود أبو الأكبر، الله يحفظك ويسلمك. الله يعزك. وأنا من دواعي السرور مرة ثانية أنه أقابلك مرة ثالثة. الله يعزك. الله يسلمك. وإن شاء الله يا رب ونكون على قدر المسؤولية هذه، وإن شاء الله نال إعجاب متابعينكم ومتابعين القناة يا رب. الله يسلمك. أبو مصطفى، بس سؤال بدون زحمة عليك. جواب. برأيك القصائد المرحلية راح ينذكرن تاريخياً؟ أريد أن أسولف هناك بهذا الرأي. حقيقة أبو الأكبر، أي شيء مرحلي ما يعيش، يعني مو بس القصائد. زين بهالحالة الوضع اللي جاي يصير، نسولف عن القصيدة الوطنية. نعم. الوضع اللي جاي يصير راح يظلم القصيدة الوطنية، لأن ما راح يخليها عايشة. أحسنت. تتفق؟ نعم. يعني ما أعرف أنا إذا ما خاني الفهم، اليوم أكو إحنا جراحات معينة إذا استقر واستتب الأمن بالبلد بعد ما حاجة أسمحها. طبعاً ما حاجة أسمحها ولا حاجة أنشرها، لأنه إذا تنشرها الناس راح تحكي عليك ما تقبل، تقول لك لا أنا أريد من عندك قصائد وردية اللون. نعم. سولف عن الجمال. هي سولف لي عن الجمال مثلاً. فأنا دائماً أقولهم إحنا شعراء، أنا عني أحكي أقولهم أنا شاعر ممكن إنه أنتهي في حالة البلد يتعدل، يعني ما أعرف أكتب عن الجمال حقيقة يعني. أها. لا مو يعني حاولت أكتب عن الجمال أباوع بالزوايا ما ألقى يعني ما ألقى جمال. يعني هو لو أكو جمال كان كتبت. أحسنت. هو لو أكو جمال لربما أكتب. زين شو بتكتب عن الجمال؟ مصير عمري 70 مثلاً، هسه بهذا العمر وإحنا لحد الآن ما شفنا زوايا، يعني نطلع من 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 مأساة وندخل بمأساة أخرى. أنا ما أريد حقيقة أكون مأساوي جداً الفترة الآن الفترة هي فترة طيبة ورائعة. إن شاء الله يا رب تكون أشبه بالشباك بالباب يفتحنا إلى عالم آخر. إن شاء الله. يا آمين يا رب العالمين. آخر مرة زرت كربلاء والنجف. قريباً جداً. قريبا جدا طبعا. يعني قريبا راح ازور لو قريبا زرت؟ قريبا زرت وقريبا راح ازور. اها. ليش انا دائما ازور؟ جيد جيد. بالتالي انا والدي مدفون بالنجف الله يرحمه، يرحم امواتنا جميعا، فاني دائما ازور النجف وازور كربلاء وازور والدي، يعني بالسنه مو اقل من 6-7 مرات. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. الحسين بالنسبه لك قصيده لو 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 موقف؟ والله حتى الموقف قليل يعني. حتى الموقف ما يعبر. طبعا الحسين حسين. الحسين وكفى. وكفى طبعا. الحسين حسين وكفى. احنا جاي نحاول ابو الاكبر، احنا نحاول. انا احكي عن نفسي، العفو ما اريد اشملك وياي، انا اشخبط شخابير. لا حتى انا داعي كم اشخبط. زين كلنا نشخبط، حتى عبد الرزاق عبد الواحد الله يرحمه يشخبط. يشخبط يم الحسين. طبعا يمنا عظيم. اي كبير. بس انا اذا اجي اريد اقيس النص حجم التضحية. طبعا ماكو ربط، بس احنا شو نقول؟ نقول نحاول. أي. زين وبس. الحسين يا اخي حسين، يعني اللي صار بكربلاء كارثة حقيقية. انا دائما اقول يعني سيدنا الحسين وقع بين الغلو في بكان وفي ما أعرف، أخاف أحكي كلام أنه تحاسب عليه يعني أخاف أحكي كلام حقيقة ويفهم غلط. يعني أكو ناس مثلا ما يصير أنت تركن الإمام الحسين عليه السلام أو تعبر عليه مرور الكرام مثلا، ولا يصير تركز هذا التركيز اللي دخلك في معترك يعني معترك التطرف يعني مثلا، تفهم شنو قصدي؟ نعم. أنا أحب أنه ننقل للحسين مو العشرة أيام الأخيرة، لا. أنا الحسين عليه السلام مات عمره 757 سنة، استشهد وعمره 57 سنة. أتناولي الإمام الحسين عليه السلام مو بس العشرة أيام، قبل العشرة أيام مش كانكو حب؟ إذا تسمح لي شوف أكو أبيات هيك أنا يعني أحبهم، هاي الأبيات مقصدي منهن مفردة.
يقول يخاطب الإمام الحسين يقول له سمعت هلي لو موت هم ما أعطيك. مو بس شخص يا حسين، أحسك فكرة. ومو عن فراغ اشتاق لك وادمن بيك، ولا مسألة تاريخ بيك اختصرة. من عائلة اش ما قاطفوهم بحجار الطوعة فيك يستصغرون التمر. الله الله. فهو تحسه فكرة، فكرة للظلم، فكرة لللا، فكرة للرفض، فكرة لمقارعة الاستبداد، فكرة أي، بحيث أنه تقدر تسلط هذه الفكرة في أي زمان طبعًا وفي أي مكان. طبعًا. خلينا طبعًا نشوف. خليك ما تخاف. شنو غردت؟ أنا قرأت في فترة، يعني في قبل فترة قرأت في أحد الروايات الصحيحة الثابتة، قرأت أنه في ليلة العاشر من محرم الإمام الحسين وقف مع أتباعه قائلاً، خاف عليهم، يعني ثبتوا وياه وجوي 70 واحد، قال لهم أنتم في حل من بيعتي، فهذا الليل فاتخذوه جملة، تريدوا تروحون روحوا، أنتم في حل من بيعتي، وظلون أنتم ما عليكم شأن، ميت عليش أنتم. فوقفوا وش قالوا له، هو وش قال لهم الحسين من وقف فيهم خطيبا وقال، قال لهم حسين الوضع خوف وليل، أنا دربي عطش ما بيه قطرة ماي، قال لهم أريد اللي يريد يموت ما أريد اللي يريد يعيش يبقى وياي، قال لهم أريد اللي يحتمل طعنات باكر جسمه راح يصير مثل الناي، قال لهم ما فاهم يخلي يروح راح يفر ترى الما مفتهم معناي، قال لهم ترى الأعداد مو مقياس، قال لهم علي علمنا هذا الرأي، قال لهم ترى ما يهمني رقم الجيش، قال لهم ترى العباس وحده هواي، قالوا له لا تكمل كافي يا مولاي، قالوا له افتهمنا الرأي دي تقوله، قالوا له لا تقلق ما أريد الماء إذا واحد عطش منك يصبوله، قالوا له معاك نموت أو نموت، قالوا له نعوفك هاي معقولة، قالوا له أنت ابن الفاطمة الزهراء، قالوا له أنت ابن المرتبة الأولى. الله الله عليك. الله الله. السلام الله على الإمام الحسين. قالوا له أنت. قالوا له أنت ابن الفاطمة الزهراء. قالوا له معاك الموت أو الموت. قالوا له نعوفك هاي معقولة. قالوا له أنت ابن الفاطمة الزهراء. قالوا له أنت ابن المرتبة الأولى. الله. أنا ما أقدر أخدمك يا حسين. وما أصير أبد من خدامك. إذا خدمك يعني قدامك أصير شلون يا مولاي يقف قدامك. الله. أنت استفهام يا حسين الشهيد وياهو يفهم لغز استفهامك، الحسين لسان ما يعرف سكوت، لهالسبب ذبحه أظن عدوانه، راسه صح قطعه بس لسانه لا، انقطع راسه وبعده يحكي لسانه. ما شاء الله. لا من الشباش تتعلم تفوت، فوت على التاريخ من بيبانه، انت عنوانك محمد يا حسين والكتاب نعرفه من عنوانه، وفاطمة الزهراء وجدان الرسول، يعني انت تصير ابن وجدانه، راح يظل حسين ساكن بالضمير، وراح يظل عايش حسين ويانا، وراح يظل يقل يزيد وما يزيد، وراح يظل حسين يزيد بشان. الله يحفظك ابو الاكبر. الله يحفظك. يعني حقيقه انا هنيك. الله يحفظك ابو الاكبر. حقيقه انا هنيك. الله يحفظك. سولف لي عن 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 موقف الإباء، هذا الموقف العظيم للإمام العباس سلام الله عليه. شوف أبو الأكبر يعني هيك أكو وصف يقول هيك يوصف الإمام العباس سلام الله عليه، هيك العجز حافظة أنا نسيت والله صدر، يقول فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. الله. فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. الله الله. من مصلحتهم الموضوع. الله أي. الله. يقول له في بس اسمع هذا الوصف، يقول وله، يوصف الإمام العباس، يقول له وله في الإقدام سرعة هارب. الله الله. له في الإقدام سرعة هارب، وكأنما هو بالتقدم يسلم. الله 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 الله. وكأنما هو بالتقدم يسلم، من يروح باتجاه الفارس هو راح يسلم، وكأنما هيش الشعور مال طبعا طبعا. عظيم عظيم. راح ظل أكو إبداع إلى قيام الساعة في هذا الشخص، كل واحد يجي راح ينطيك فكرة معينة ورؤية معينة وما تخلص كل الفكر.
حبلة أفكار المحبين، حبلة بكل الأفكار الجديدة. شنو قال عنهم عمر القرغولي؟ سيدنا الإمام العباس يقول عباس اقطعوا مو بس جفوفه، الأظافر أعتقد قصوها همين، أظافير لئم بفلوس تنباع خافوا تنزرع وتحضري دين. الله العباس غير من قصيدة، ومن القصة قصاها من قصيدة، مقطع راح أسمعك من قصيدة. كان الدين في وقت سفينة وشفينيدة مجذافيا قارب، كانوا يحلفون بشعر دينه يمكن كانك بإيده شوارب. العباس عظيم، شوف العباس عليه السلام وقف معركة الطف وباوع على اليمن، باوع على الجيش. هنا واقفة يم السيدة زينب عليه السلام، أنا أريد أرفع الصوات عن ظهرها، مو هيك الموضوع، مو بهالشكل هذا. فباوع عليهم العباس عليه السلام، إذا استذكرتها القصيدة لأنه مو مخليها بالإعداد، قال لهم ألف تباً لكم يا جيش الانثايات، جيد، أريد أن زلم بيكم ويوقف قبالي، سبايا أنتم شلع بالأسر تنحسبون، وهاي المسألة ما خطرت ببالي، هم شايل كنك لعيالي كي نسوان، وطلعت أنتم نثاي أكثر من عيالي. وجد زينب علي قالت لي يا عباس تنحى شوية هي توعوفني بفالي، بس باوع على اختك من بعيد وشوف، لسوي الحمل مال الجثث جمالي وقطعهم إلك قز غنم مال استاذ وفصل من جلدهم خيم لعيالي. قالت بعد خي تقدير وجهك غاد أو بالأحرى وخر لا أفضل وياي، حشى وجهك هذول وجوههم عورات، لا ينقض وضوءك عندنا ما مش ماي. أبو فاضل، أبو فاضل رجاء أرفع إيدك فوق غطي الشمس، سوي لطفال فياي، ما شاء الله أنتصر مو بيك بالتهديد، إذا بس راح أقولهم أبو فاضل جاي يا هالناس، أنا راح أنتصر مو بيك بالتهديد، إذا بس راح أقولهم أبو فاضل جاي يا هالناس، يا هو علم العالم على المطيار، يا هو قالكم عباس بن فرناس، العباس مو طار نشوف الفوق، العباس إذا علمنا مو عباس، وبعد عباس رأسا طار رأس حسين والشفين طارا شايلات الرأس، لا مو رأس عفوا خان التعبير، فازا بالبطولة ورافعات الكاس. سلام الله عليهم جميعا. الله 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 يحفظك، الله الله يسلمك ولك. أبو مصطفى، شنو تحس اليوم الشعر بصورة عامة؟ شلون القارب جاي يمشي بسلاسة؟ نعم، أكو عثرات صخرات يعرقل المسير هذا القارب؟ والله هو يعرقل الروح يا أبو الأكبر، يعني هو ماكو قارب، يعني هو ماكو شيء يعرقل القارب. أنت اليوم كل الوسائل النجاح هي متاحة لك، اليوم بإمكانك أنه ترتقي، بإمكانك أنه بس لا تحاول تطلع من السكة المعهودة، يعني السكة الآن ما أطلب منك تكون نبيل، بالمناسبة أنا ما أطلب منك تكون نبيل، أنا أطلب منك أن لا، يعني أطلب منك أن لا تكون سيء، يعني بس يعني أن تترك الحضيض لأهلي. أنت اليوم صاحب رسالة، رسالة حاول توصلها بالشكل اللي تقدر عليه بدون أن تستخدم مواضيع تحاول بها انه النعرات، هاي النعرات الطائفية، وتحاول انه تلعب دائما على هذا الوتر، ودائما تحاول انه تكره جماعة لأجل ان يحبوك جماعة اخرى. اليوم موضوع الطائفية حقيقة اكل الدهر منه وشرب وتمغمض واستنشق وانتهى، لا تحاول تصير حرباء، يومية لون ويومية شكل ويومية ما اعرف ايش، كن حسينيا، ظل على مذهبك بس كن حسينيا، وانت الاخر اذا ردت ان تكون عمريا كن عمريا او كن عليا، يعني كل الطرق تؤدي الى 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 محمد. انا بالنسبه لي ما عهدنا احد من الموجودين سب او شتم او قذف او قتل او ما اعرف ايش، ما موجوده. ليش انت تحاول من خلال قصائدك انه تجرح الاخر او انه تؤذي مشاعر الاخر، تؤذي مذهب الاخر؟ ابو مصطفى، معرفتي بيك انت شجاع وصريح، نعم، تقدر تحذف قصيدة من قصائدك؟ اي
أيوة ممكن الله. نعم طبعا نقدر نعرف السبب لو يعني حقيقة أحذف كلمة يعني هي مو أحذف قصيدة أحذف كلمة يعني الكلمة مو أنا قلتها والله يعني أنا مو قلتها طبعا هي غير واحد ممكن يعني يعتبرها يعني سبيل للشهرة صارت يعني من وجهة نظرة يعني ممكن اليوم أكو مفردات موجودة يا أخي بالكتب العظيمة موجودة يعني موجودة بالقرآن أنا شاعر مستخدمها يعني أنت شنو تحاسبني مثلا يعني عتل بعد ذلك زنيم مذكورة بالقرآن إن المشركين نجس مذكورة بالقرآن أن أنكر الأصوات لصوت الحمير كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط مثلا هواية وتكثر الأمثلة اليوم الآية رادت أنه يعني حتى تكتمل الآية وتوصل فكرة مضطر أنه يذكر زنيم مو مضطر عفوا بس لازم أن يذكر زنيم بالموضوع وزنيم ابن زنا زين آني شنو اللي مثلا شنو اللي قلته مثلا يعني ليش انت مثلا اجيت وجهت لي انا احيانا انت جاي تخاطب شخص معين يعني اخاطب يعني هو حقه مثلا احد يشوفني اني يشوفني مثلا انه ما تليق بي مثلا مفرده معينه انا مو قلتها يعني مو انا قلتها اني مثلا مو افتكرتها هي موجوده لا يا اخي موجوده هي موجوده اخي موجوده بالاحاديث لا موجوده بالقران موجوده بالقران وموجوده بالاحاديث وموجوده عند الشعراء الكبار وموجوده عند الشعراء الفصيح وموجوده عند القباني وموجوده عند مظفر النواب وموجود عليش يعني مو اني مثلا أحياناً أنا شايف حتى عند رجال دين يقولوا على المنبر يطق روحه هسا أنا يا أخي مرات أنت مأذيني ترى أنا ما عندي غير لساني أنا ما عندي غير لساني ما عندي كل شيء شنو يعني أنا لازم أخترع لك شتيمة تليق بيك على أقل تقدير زين اليوم أنا مثلاً قصيدة القدس يعني مرات نقول إحنا لا صعب ما أقدر أحكيها مثلاً واحد قال كذا بقرة طفرت روح السيء أخي تعالي شو سبقتني أنا بينا أريد أختزلها بالكلام طبعا زين أنا اختزلتها بالكلام هو طلعها وراحت وانتهر طبعا قصيدة كلش جميلة أنا بالنسبة لي مو ليمالي أسوأ شيء بيها شعرا هو البداية وإحنا مسمين القدس خط أحشد هو الفكرة القدس خط أحشد زين وراحت القصيدة كلها من وراء هاي الكلمة وقامت انتشرت انتشار غريب زين أنا لو يرجع بي الوقت أشيلها لأنه هاي الكلمة ما أريد تكون سبب من أسباب شهرتي يعني هي هاي الكلمة ما أريد تكون سبب وإن كانوا ما يستحقوها هم يستحقوها بالمناسبة ويجوز هذول اللي انذكرت هاي الكلمة اللي انذكرت هاي الكلمة يعني أخشى من العاهرات لا يرفعون علي دعوة قضائية يقولون شلون تشبهني بدولة أنا ما بعت وطن أخويا أنا لا بعت وطن ولا سرقت مال ولا أبداً بعت جسمي أنا ما قتلت أشياء شخصية أنا أمور شخصية فيجوز ترفع عليها دعوة وتكسبها زين هاي بالقانون تكسبها؟ طبعاً تكسبها لا والله طبعاً تشير وهي عندها إجازة إجازة بغاء مثلاً ها. أكو جايز بغاء مثلاً أنا رجال ما أعرف أنا ما أعرف إذا عندنا بالعراق أكو جايز بغاء العفو بس هو سابقاً بالحكومات السابقة هو أقدم مهنة بالتاريخ هي البغاء يعني إذا ما تدري مثلاً لا أدري هي موجودة أقدم مهنة بالتاريخ وكل دول العالم دول يخضعون إلى جائز ويخضعون إلى رقابة ويخضعون هاي تجيني تقول لي أخوي ليش تشتري استغفر الله العظيم المهم نعبر هذا أخوي ناخذ فاصل مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم مشاهدينا الكرام وأحبتنا الأفاضل وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الكبير فدوا أروح لك أبو الأكبر أنت الكبير الله يعزك الله يسلمك أستذكر أبيات سولفت عن شجاعة الإمام العباس سلام الله عليه يقول عتق خام الزلم تصفن عليه البيت الله الله بس ولدك علي بخام الزلم تلمع التنست بالقمر ما خلفت فاهين شرط يطلع ابنها بالوفا مرصع زي ما بتقول اذا صار السوالف كان ابو يقول طموا السالفه العباس لا يسمع الله اذا صارت سوالف شو تقول كان ابو يقول طموا السالفه العباس لا يسمع الله حقيقه هاي الله يعزك حقيقه هاي ابو مصطفى الله يحفظك الثري جدا الله يسلمك يا رب ويحفظك الله يعزك اكو بيت يعني غالي انا بصراحه يعني حرج انه اقوله لكن
بسبب ثقافتك واعرف مع من اتكلم راح انه ينفتح لي باب اسولف بهالموضوع. يقول كل ابن انثى وان طالت سلامته يوم على آلة حدباء محمول. عسى عمرك طويل وعسى عمر السامع طويل وعسى من عمري على عمرك. لا خذ واروح لك الله يحفظك. شنو لا تقول صغير وعمري طويل، ترى ملك الموت ما عنده خوي. الشجرة من تهزها من كل شيء يطيح منها المستوي والمستوي. اي لا تقول صغير وعمري طويل، ترى ملك الموت ما عنده خوي. الشجرة من تهزها من كل شيء يطيح منها المستوي والمستوي. القبر مضياف ما يرد لي يجي، بالكرم عقليته بدوي. عمرك اش ما طال صفحة بنص كتاب، اليوم باكر عقبه لابد تنطوي. القبر جنطة وبيحطش ما تشاء، انت اللي تحدد ايش رايح يحتوي. عوف المزاح. القبر جنطة وبيحطش ما تشاء، انت اللي تحدد ايش رايح يحتوي. عمرك ايش ما طال صفحة بنص كتاب، اليوم باكر عقبه لابد ينطوي. الله عوف المزاخر ودرب الموبقات وصير لين وترك اسلوب اللوي. ولا تقول صغير وعمري طويل، ترى ملك الموت ما عنده خوي. الشجرة من تهزها كل شيء يطيح منها المستوي والمستوي. الله الله يحفظك ابو الاكبر، الله يحفظك. واليوم باكر الموت حق، الموت مو عقوبه اطلاقا. مرحله. لا طبعا مرحله مرحله، ولا نكون مغفلين ونحسب انه لازم نكبر حتى نموت. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إيه؟ طبعا. يقول من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. طبعا تعددت الأسباب والموت واحد. مرة هيك أكو أكو هيك مقولة لأحد المعصومين، أنا ما أستذكر منه الإمام اللي قايلها، يقول أخبر يقول إن الجهاد لا يقرب الموت، أخبر الجبناء ذلك. طبعا صح، جدا صح، كبيرة هذه. إيه الجهاد ما يقرب الموت، أخبر الجبناء. مو فعلا هواي كانوا ببيوتهم ما طلعوا للجهاد وماتوا. إيه لو هواي ساكتين ما يحجون يخاف. مو مرات الجهاد مو يقول اعظم جهاد كلمه حق عند سلطان طبعاً جائر. طبعا اي. بعد ناخذ هيك والله يا ابو الاكبر، الصلاه والصوم والبلا طريفه بلا سالفه دايركت الصلاه والصوم والكل هاي الاشياء انا حافظها ما محتاج تدريس. لا تعلمني كيف توضى وشلون، انا اكثر من القديس قديس. اشتعبي لي مبادئ وانا جوعان المبادئ عوفة، وعبي لي بالجيس. كثرني بيديك انت العلالي، لا تكثر لي بيدينك محابيس. اقول انا الخواصة والعمامة، اقول انا الخواصة والعمامة، واقول انا الخوالة والعمامة. الفرق بين الغمامة والعمامة نقطة، ومن تطيح الطيحية. الله. اي رجل دين انا رايد، مو رجل دين يدوس فوقنا يدبشنا وينام. الامام يصير امام بكل الاحوال، مو بالحرب نرجع واحنا قدام. اريد امام عادل يحكم الناس، ما اريد انا واحد عادل امام. صح نيت يصفق لك يصعد على المنبر يكون، اريد يصعد على المنبر يكون، مو شو براسه عمه وقلبه عاري. أريد اللي يصعد على المنبر يشيل طاسة ماي بيده يطفي ناري. أريد اللي يصعد على المنبر يكون أبد ما يجيب للتاريخ طاري. ترى التاريخ ما مكتوب بأحبار، مكتوب بعرق جسم الجواري. لا تحكي لي بجداري وهيبة النار، احكي لي شك بطن الجداري. كارثة أبو الأكبر. تقول لي ليش بعدك تحكي ضد شيء؟ شو ما أحكي؟ يطلع يظل يسولف لي بالمبادئ والقيم وسولف لي والعرف جوابه. لا ويجي يسولف لي شلون تتوضى وشلون ينزل الماي وشلون ما اعرف ايش وشان مال ما اعرف اتوضى. شلون ما اعرف اتوضى؟ وبالاخير يصعد بسيارته الاكزيز ويروح لبيتهم. ما يصير يا اخي، ما كان الامام علي عنده الاكزيز، ولا كان عمر عنده الاكزيز، ما كان عندهم. فوتنا بغير محور، نفوت بغير محور. ال ال
ديمومة معيشة النبتة. نعم. أنا أسولف بالمتعارف مو بالجانب العلمي، بالمتعارف. نعم. السقي. نعم. هسه الجانب العلمي السماد والمبيدات الحشرية وكذا هذا، لكن المتعارف عليه أنه السقي. نعم. حتى ديمومة معيشة النبتة. نعم. ديمومة معيشة الشاعر. الحب. الحب. ها. وقد شغفناه حبا. بالقرآن مذكور الحب. الحب مو بالضرورة يكون بالمناسبة. طيب مو للحبيبة فقط. لا وحتى الحبيبة مو غلط. لا مو غلط بس مو فقط للحبيبة. وإذا ترجم ترجمة شرعية ومحترمة ماكو أروع منه حتى لو كان للحبيبة، ليش نشرد منه؟ لا لا بالعكس. ما نشرد منه. زين الحب يكون للانتماء للوطن لأخوك المسلم للطرف الآخر. الحب هو يعني سمة عظيمة، سلوك عظيم. فأكيد الشاعر بدون حب ما يقدر يعيش، مثل ما الإنسان الطبيعي بلا حب ما يقدر يعيش أكيد. جيد. يعني أنه ديمومة الشاعر الحب. طبعا ديمومة الشاعر الحب. تريد تقول لي أنت مو حب أبو الأكبر؟ والله أنا ويا الحب أبصم. أنت مو أبصم متفقين حتى لو مو هو أقول هو هو طبعا. ما عندي مشكلة. إحنا وصلنا لختام الحلقة. نعم. لكن قبل الختام عندي سؤال. جواب. أوكي عندي سؤال. اليوم عمر القرغلي هذا الاسم المهم من بغداد وفوق جدا مهم صح؟ نعم. ليش خليتني من بغداد وفوق؟ ترى بالبصرة يحبوني أكثر من الموصل. لا ما فهمتني ما فهمتني ما فهمتني. أنا جاي أسولف منطقة جغرافية. اوكي من الممكن من بغداد وجوا اكو ناس توازي عمر هواي بالشهره. لا العفو مو هذا سؤال مو جوابه هيك. انا ضجت لانه اكو ناس يحبون يريد يذكرون. لا لا العفو انا من البصره وحبك. الله يحفظك سلمك. انا من البصره وحبك. لا فهمتني غلط واقولها يعني بملء الفم. الله يحفظك وانا من الموصل واعشقك. الله يعزك. الله يسلمك. احنا دائما نسوي يعني سبحان الله وكلم على الناس وشو لكن القصف الله هو يعني عفوي. عفوي. استرسل. الله يعزك. ما اريد نقول خلفت واحد لكن ساعدت بظهور ناس. يعني اي اكيد طبعا مثل ما اكو ناس من الموصل. طبعا من الموصل يعني من الموصل ومناطقنا بالغربية يعني. هم ساعدت يعني مثلا القى واحد من الرمادي مثلا مساعد عمر القرغلي. طبعا اسامة احمد اخذ المركز الثاني على بالعراقية على بالشعراء. جيد. والرجل انا فرحت له وكانت ملتزمة من الف الى الياء فرحت له ورائع هو شاعر رائع فذكر هذا بالفيس وأشاد بوقوفي معاه وأشاد ما أعرف إيش فأسامة أحمد أخذ مركز. جميل. فلا بالعكس مثل ما قال هواي يعني ناس قايلي لي أبو الأكبر واقف ويانا وأبو الأكبر وساعدنا وأبو الأكبر يعني ملتقي بشعراء مثل الشباب أو من خلال المراسلة أنت ويم أنا كنت بالبصرة أنا كنت أراسل أبو الأكبر من كان عنده خلق يقولوا لي من كان عنده خلق ومن كان مثلا مو هسا شيء ما له خلق يعني تعرف هم يصير لود وتتعب مثلا بس بداياتنا احنا يعني بداياتنا كنا نقف اكثر من هسه يعني انا ما انكر انه الان احنا شويه كسولين بحكم الضغوطات وبحكم المعرفه طبعا مشاغل طبعا. نختم كما تحب وتشاء. انا ما صرت شجره ولا صرت ماي لا مهزوز ولا محقوق بالحب انا من كنت امشي ويم ما قود اديها ولا كنت بعباها تشلم للمسالة مجفوف وموش للقوت لا انقاد انا ولا انحط بعب انا من اتمرض اعرف علي تمنين انا شخص المرض والوصف اكتب ما اؤمن انا بكل العيادات مع كل احترام وكل حج الطب عبر مرحلة ما بين الاقواس وعرف ليش عبر مرحلة ما بين الاسطور وعرف اللي يمدح وفي داخله يسب واصل مرحلة ما بين الاعماق ابا وعالقشر واعرف شنو اللب دبيب النمل من يمر احس بيه تريد البشر ما احس بيه من يدب ممكن اغلط انا بعد الفلوس وممكن انا اتوهم من احسب بس ما اغلط بحسب النوايات اعرف الوجه بشو قلبه مغرب تعبوني اتشلت بس يمهم ارتاح بعد ما اريد لا انحب ولا احب وبعد بعصاب ولا احرق ولا ضوج من اللي يستاهل استنكر له واشجب انا الخوش اسلمه ما اعتب عليه تريد شلون علم الخوش اعتب
أنا مجنون وكل الناس عقالنا بعقل التلابس صاير هواي، وأنا راح أثبت لكم أنا مجنون، ولذلك رجاء أن ركزوا وياي. مرات أنا خيط النار بالخيط، ومرات الجرح فوقاء أصب ماي، وعلى صوت البلاب والأبتي مرات وخرب ضحك لما أسمع الناي، وأقول أهلاً وسهلاً للي يروحون، والله وياك أقول أنا الجاي بسلامتك. الله الله يحفظك، الله يسلمك أبو. جنن هاي القصيدة، الله يحفظك، أنت الجنن والله، الجنن هاي القصيدة، أنت الجنن يا حبيبي، أشكرك. واستذكر كلامي، هاي القصيدة راح تلاقي رواج جدا عالي. الله يحفظك، أنا أقرأ بعيونك. الله يعزك، الرواج أشوفه بعيونك. الله يسلمك. أنا للأمانة في بعض الأحيان مع بعض الناس أمارس مقولة جدا لطيفة. نعم. تقول خير وسيلة لقطع حديث الآخر التصفيق. نعم. لكن بدون إزعاج. نعم. تقطع حديثه وما زعجه صفق له. أنا فما رد تقطع سلسلة حديثك. الله يحفظك. تصفيقك إصغائك هو أكبر تصفيق. الله يعزك. الله يحفظك ويسلمك. يعني للأمانة سفينة أو قارب الإبداع لعمر القرغولي بلش يرسو. الله يحفظك، العفو. وصلنا لختام الحلقة. الله يحفظك، شكرا. الكلمة الأخيرة لحضرتك. كل الحب وكل التقدير وكل الاحترام لقناة الأيام الفضائية، ومن خلالها لكل الكادر المخرج وكل الأبطال اللي موجودين خلف الكواليس، وإلى الكبير جدا أبو الأكوار سيد علي المنصوري، هذا الإنسان الرائع. طبعا يشرفني أنه أكون المرة الثالثة أني ضيف مع حضرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا جميعا. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. كل الحب للجميع. أحبتنا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري. في أمان الله وحفظه.